بعد نشوة الفوز التي حققتها عناصر القلعة الحمراء بالعاصمة الاقتصادية بيجون يوم السبت 30 من شهر يونيو الماضي، عاد أبناء المدرب الإسباني بينيتو فلورو إلى مدينة الدار البيضاء منتشين بفوز خارج الميدان. وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة، كانت العناصر الودادية السابقة إلى التسجيل أكثر من مرة، لكن تمريرة سعد عبد الفتاح للاعب ياسين الكحل أعطت أكلها مانحة السبق للحمر والفرحة لمحبي الحمراء. زملاء نادر المياغري هددوا مرمى الخصم أكثر من مرة لكن دون جديد يذكر. عناصر أكاديمية أمادو ديالو حاولت اختراق الجدار الدفاعي للحمر لكن ذلك لم يتأتى لها أمام صلابة دفاع الوداد الرياضي البيضاوي، لتختتم المواجهة بتقدم عناصر القلعة الحمراء على نظيرتها الإيفواريا بهدف دون مقابل. مواجهة تنفس من خلالها الصعداء جمهور الحمراء، لكنها بالمقابل قد تحرمه من خدمات هشام العمراني في لقاء الذهاب على أرضية محمد الخامس يوم السبت 14 من يوليو الجاري.